بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الجزء الثالث من برنامج نظم المعلومات الإدارية. اليوم إن شاء الله مع بعض حنتناول المهام الخاصة بنظم المعلومات الإدارية، كذلك حنتعرف على بعض الخصائص والوظائف الخاصة بنظم المعلومات الإدارية، وكذلك بعض سياسات التطور لهذه النظم. كما سبقنا أن مهام إدارة أو نظم المعلومات الإدارية تتعدد في كثير من المهام والوظائف، وبالتالي لا بد أن تحقق نظم المعلومات الإدارية وظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم لكل الأنشطة داخل المنظمة، أنشطة إدارية، أنشطة فنية، وكل هذا يتم توفيقه بواسطة نظم المعلومات الإدارية. فبالتالي هذه الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة كلها توظف وتسهل بواسطة نظم المعلومات الإدارية، وتكون هنالك معلومات وتكون هنالك اتصالات لا تتم إلا بواسطة هذه النظم. من المعلوم أن العامل الحاسم والجوهري في نجاح أو فشل نظم المعلومات الإدارية هي الإدارة نفسها بنظام قيادتها وكادرها، وكذلك الكوادر والموظفين وجميع الكوادر الموجودين في المؤسسة أو الموظفين. وبالتالي نستطيع من خلال أداء الكوادر وكذلك معرفتهم بالمعلومات ونظم المعلومات نستطيع أن نضمن مخرجات جيدة ونتائج جيدة، وبالتالي نضمن أهداف تكون وفق ما هو مطلوب للمؤسسة. خصائص نظم المعلومات. هذه الخصائص تكمن في أن هذه النظم أو نظام المعلومات الإدارية تتميز ببعض الخصائص، وكذلك لها وظائف ضمن النظم الفرعية من النظام الكلي للمنظمة. ومن هذه الوظائف وهذه المهام تكون هنالك حصر للمدخلات، والمدخلات من بيانات وكذلك أي ما تخص المعلومات، وبالتالي يتم تحليلها ويتم معالجتها وبالتالي استفادة منها كمعلومات، كذلك معالجة البيانات التي تم جمعها بغض النظر عن وسيلة المعالج. أي بيانات تم جمعها ويتم تحليلها بشكل جيد وجمعها ومعالجتها، كذلك الحصول على معلومات مفيدة من عملية معالجة البيانات. نستطيع أن نستفيد من هذه المعلومات بشكل معالجة من خلال كذا عمل الأفراد المختصين في مجالات إدخال المعلومات ومجالات التعامل مع هذه النظم، كذلك مدى قدرة النظام على توفير المعلومات. هذه النظم توفر أو تحفظ معلومات هائلة وتؤدي أو تساعد على تداول وكذلك مرور معلومات وسياسات اتصال وربط شبكات في جميع المنظمة. يعني نجد شبكة على سبيل المثال شبكة المالية مربوطة ب أو القسم المالي مربوط ب مثلا المشتريات، كذلك مربوطة ب قسم الإنتاج والعمليات وهكذا. فبالتالي هذه الشبكة تساعد على انسياب المعلومات، تساعد على تسهيل الإجراءات المالية والإدارية والفنية، وكذلك توفيق العمليات. وظائف نظم المعلومات الإدارية Function of the Management Information System. هذه الوظائف تكون تجاه العمل الإداري المحوسب، وهي تجميع البيانات ومعالجتها وتحويلها لمعلومات يتم استرجاعها حسب الحاجة ولتحقيق كثير من الأهداف. من ضمنها الحصول على البيانات من مصادر مختلفة داخلية وخارجية، يعني يتم تحويل المعلومات وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها وحفظها والتحقق منها من أجل أن نحصل على بيانات من مصادر مختلفة، وهذه البيانات ممكن تكون داخلية وممكن تكون خارجية من داخل أو خارج المنظمة، وكذلك لكي نتأكد من صحة البيانات ودقتها. هذه البيانات لابد أن نتأكد منها وإدخالها بالشكل المطلوب، وكذلك حسب ما
يعني يتم في النظام. كذلك تنظيم البيانات، تنظم هذه البيانات وتبوب وفق سياسة محددة لتنظيم البيانات، أو وفق سياسة تنظيم البيانات تكون هنالك فرز وتبويب وترميز لهذه المعلومات كلها. لا تتخيل النظام اللي ممكن نكون شغالين عليه في مؤسساتنا إذا كان قسم موارد بشرية. نشوف مسألة إدخال المعلومات مثلا، إذا كان في موظف جديد وإذا كان في شخص جديد مثلا هياخد راتب، كل هذه المعلومات، أو نقل موظف أو ترقية موظف، كل هذه المعلومات يتم إدخالها في النظام وبالتالي معالجتها، ويتم حفظ المعلومات وبالتالي الاسترجاع في الوقت المحدد. حفظ البيانات كذلك من هذه الوظائف، ولا بد أن يتم حفظ البيانات والمحافظة عليها، وتكون هنالك يعني سرية لهذه المعلومات المطلوبة والاستفادة من خلالها. والآن المعلومات كما ذكرنا أنها مورد، لا بد من حفظ هذه البيانات بشكل جيد وإدخالها بشكل جيد، وكذلك الاستفادة منها كمعلومات. إجراء العمليات الحسابية ضمن هذه الوظائف والحسابات، وكذلك العمليات المحاسبية والمنطقية عن البيانات. وبالتالي كل العمليات المحاسبية يمكن أو الحسابية يمكن أن تتم من خلال نظم المعلومات الإدارية، وتدخل هذه البيانات والأرقام، وبالتالي تجمع و تترجم على سبيل المثال في شكل أموال، تترجم في شكل أرقام، وبالتالي يستفاد منها. الآن يعني لو ضربنا مثال السوبر ماركت مثلا، أنت بتشتري حاجة وبتأتي لي مثلا الكاشير، وبالتالي يتم توجه أو توجيه المنتج اللي اشتريته على الجهاز، وبالتالي الجهاز يقرأ الكود ويعطي رقم ويعطي تسعيرة في الجهاز، وبالتالي هذا الجهاز يترجم تلقائيا سعر المنتج بواسطة الكود. وكذلك يتم حفظ هذه البيانات، ويتم كذلك يعني عملية جمع لكل حسابات هذه المنتجات في السوبر ماركت. وهذا مثال يعني يمكن يكون لاستفادتنا من المعلومات على جميع الأشكال وجميع الألوان في كل المؤسسات، وبالتالي نستطيع أن نحفظ هذه المعلومات وهذه البيانات بشكل دقيق ونحقق أهدافنا من خلالها. كذلك إجراء العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات كما ذكرنا، واسترجاع البيانات وإعادة الإنتاج لهذه البيانات. يمكن أن نسترجع البيانات بعد سنة، بعد سنتين، بعد عدة سنوات، وكذلك يمكن أن نعيد إنتاج هذه البيانات ونعيد معالجتها، وبالتالي نستفيد منها في مهام ووظائف أخرى ضمن هذه المنظومة. والآن حكمنا على سبيل المثال العولمة والجلوبلايزيشن هي، وكذلك مسألة الحوسبة ومسألة الجوفرنانس، واللي هي مثلا أن تكون كل هذه البيانات أو المعلومات والسياسات والإجراءات كلها تكون محوسبة، وبالتالي هذا يعتبر يعني تحدي تشالنج بالنسبة للمؤسسات، كونها تتعامل مع الكم الهائل من المعلومات، وإن لم تنظم وتبوب وتجرى لها عمليات فيما يخص نظم المعلومات الإدارية، فيكون هنالك مشاكل وتكون هنالك معوقات ومخاطر تواجه المؤسسات إن لم تستفيد من هذه المعلومات، و يعني كذلك تستفيد منها كقسم وكوحدة يعني أساسية في المؤسسة. التغيرات العالمية المؤثرة على أهمية نظم المعلومات، فهنا ممكن نحن نركز على الآن التكنولوجيا والعولمة، ونجد أن هنالك توجه نحو عولمة الاقتصاد، وجميع السياسات كلها تحت قاعدة العولمة، والعولمة هنا في إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة والمجاراة وراء هذه التكنولوجيا. وبالتالي أصبحت هنالك قاعدة فيما يسمى من لم يتقدم يتقادم، اللي ما حيكون مع التكنولوجيا ومع التقدم الهائل والمتسارع والعالم المتسارع دي حيكون في آخر الصف، وبالتالي سيتقادم
ما حيقدر ينافس، ما حيقدر يفتح أسواق جديدة، ما حيقدر يدخل في إطار سياسات اقتصادية جديدة وهكذا. كذلك من ضمن هذه التغيرات التوجه نحو الاقتصاد القائم على خدمات المعلومات، وهنا نظام المعرفة ونظام المعلومات الآن تحكم اقتصاديات الدول، وكذلك المعلومات كمورد أساسي لهذه السياسات الاقتصادية. ونعلم جميعا الاستدامة وربطها بهذه المعلومات والمعرفة، والاقتصاد القائم على المعرفة الآن تحكم كثير من الدول وتحكم كل الدول، وبالتالي لا بد أن يعني نكون مع تلك الحزمة المعلوماتية الكبيرة والتطور الهائل والتحسين المتسارع في العمليات والسياسات والإجراءات. كذلك من هذه التغيرات ظهور شكل جديد من المنظمات، في منظمات جديدة غير اللي بنعرفها في الإدارة الكلاسيكية، فالمنظمات بحجم أنشطتها وبنوع أنشطتها ظهرت منظمات جديدة، فنجد أن هنالك عدد أقل من المستويات الإدارية، تلقى مدير إداري، مدير مالي أو مدير مثلا موارد بشرية، ما بتلقى إدارة متشعبة، ما بتلقى إدارة كثير، فما بتلقى كذلك موظفين كثر. أيضا اللامركزية، والمركزية تركز على كما نعلم تركز على القرارات كلها تكون في إدارة واحدة أو في إطار واحد من المدير العام أو القائد، واللامركزية هنالك كذلك قرارات وتفويض وقرارات موزعة في الإدارات المختلفة، كذلك تقليل التكلفة باستخدام إجراءات عالية، والتكلفة الآن مؤرق لكل المؤسسات والعالم الكوست، والتكلفة عندما نستخدم هذه التكنولوجيا وهذه النظم الخاصة بالمعلومات الإدارية نقلل التكلفة، بمعنى هذه النظم والإجراءات تسهل كثير من عمليات وسياسات الإدارية والإجراءات، وبالتالي تسهيل من خلال ضبط والتدقيق وتسريع في الإجراءات، وبالتالي تقليل الهدر، وهنا الهدر يعتبر تكلفة، وكذلك تنبه هذه النظم على الأخطاء اللي ممكن تكون متكررة تجعل هنالك عمليات معالجة للأخطاء المتكررة وهكذا. زيادة سرعة الاستجابة من خلال تقديم الخدمات والمنتجات، من هذه التغييرات هنالك زيادة في سرعة الاستجابة، يعني بتحاول تقدم المنتج أو الخدمات بتاعتك سريع بأقل ما يمكن، وتقدمها بلطف وتقدمها وفق متطلبات ترضي العميل، و فوق ما يرضي العميل كذلك أن تكون أو تعمل على ولاء العميل، كذلك أن تعمل على تحقيق رغبات وتوقعات needs and expectation، وبالتالي تستطيع أن تزيد سرعة الاستجابة للخدمات والمنتجات، وكذلك تغيير العملية الإدارية، تغير كبير change management، تغير في العملية الإدارية في الوظائف والسياسات والعمليات جميعها، وبالتالي تكون هنالك استخدام للتكنولوجيا الحديثة، وبالتالي كل هذه الوظائف لاحقا ستعود للعولمة وتعود لإدارة المعلومات، وبالتالي تقلل من عدد الإدارات وعدد وحجم العمليات الإدارية، كذلك إعادة تعريف حدود المنظمة ضمن هذه التغيرات، هنالك فهم جديد ل حدود المنظمة والأشياء المحيطة بالمنظمة من بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وكل البيئات اللي ممكن تكون محيطة بالمنظمة، وأي منظمة تتأثر وتؤثر بالبيئة الاقتصادية وبالبيئات الأخرى، يعني بالبيئات الداخلية والخارجية من معرفة وثقافة ومجتمع واقتصاد وسياسة وغيرها من وقانون وغيرها من المؤثرات في البيئة. ضمن هذه المنظومة إن شاء الله سنتعرف لاحقاً على مراحل تطور نظم المعلومات الإدارية وسياسات أخرى في إطار برنامج نظم المعلومات الإدارية. نتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.